بسم الله الرحمن الرحيم. اخر توبيك معانا النهارده هنتكلم عن الاوبريتنج سيستم بتاع سيسكو. الجزء الاولاني يعتبر مراجعه شويه، وبعد كده هنزود ديتيلز شويه. نفتكر كده مع بعض اساسا كنا ازاي بنقرا الاوبريتنج سيستم. كان مثلا عندي الفيرجن بتاع الاوبريتنج سيستم كان 12.1 12.2 12. لغايه اخر حاجه تفتكر كنا قلنا 12.4. الرقم ده لما بيزيد، اخر حاجه وصلنا له على فكره 15.7. الرقم ده لما بيزيد بنسمي الرقم ده ترين. ترين يعني ايه؟ اميجر فيرجن اوف ذا اي او اس ايمج. يعني معنى كده ان في تغيير كبير حصل في النسخه دي. في ايه؟ تغيير كبير حصل في النسخه دي. بعد كده في الاوبريتنج سيستم اصلا في الفيرجن بتاعه في رقم كده ما بين قوسين، الرقم ده بنسميه ثروتل. ثروتل يعني معنى كده الرقم ده كان 2 بقى 3 بقى 4. ده معناه ان انا عندي اساسا تغيير بسيط حصل في الاوبريتنج سيستم، امر زاد امر زادوا حاجه كده بسيطه، او باج فيكس. يعني ايه باج فيكس؟ يعني كان عندي مثلا مشكله في الاوبريتنج سيستم واتحلت. اي مشكله عندنا في الاوبريتنج سيستم بنسميها باج. يبقى تاني رقم الثروتل ده اساسا لو زاد يبقى ده معناه باج فيكس اور سام نيو فيتشرز، فيتشرز بسيطه هي اللي زادت. تمام. طيب بعد كده كان بيظهر رقم هنا T1 T2 T3. تمام. الرقم ده 1 2 3. الرقم ده لو زاد، عشان كمان شويه هنفهم ايه الفرق ما بين T وM. الرقم ده 1 2 3 ده لو زاد يبقى ده غالب اغلب الوقت ده عباره عن ايه؟ باج فيكس اونلي. كان عندي شويه مشاكل بس مثلا في الاستابيليتي في السكيورتي وات ايفر، فحلوا المشاكل بتاعه الباجز دي. تمام. في الاوبريتنج سيستم كمان ممكن تلاقي حرف الام وممكن تلاقي حرف التي. لو لقيت حرف الام، ام ده معناه مين لاين، يبقى دي نسخه ستيبل. فانت وانت بتعمل داونلود لنسخه الاي او اس من على موقع سيسكو مثلا، يفضل ان انت تعمل داونلود للنسخه اللي جنبها حرف الام، لان قلنا تاني دي معناها ان النسخه دي ايه؟ الاستابيليتي بتاعتها اعلى. تمام. مثلا رقم الفيرجن اهو 15.4 ام. لو لقيت حرف التي، حرف التي ده معناه تكنولوجي ترين، ممكن يبقى فيه شويه فيتشرز زياده but probably more bugs. يبقى النسخه بتاعتي ممكن تكون مش ستيبل. ليه مش ستيبل؟ لسه حاجه جديده منزلينها اساسا وبيجربوها، وبيطلبوا حتى من الكاستمرز لو حد فيكم اخد باله ان في اي مشاكل في الاستابيليتي بلغونا. تمام. طيب يبقى معنى كده تاني ان انت لو نزلت الحرف اللي هو الاوبريتنج سيستم يعني اللي فيه حرف التي، معنى كده ان النسخه دي الاستابيليتي بتاعتها بتبقى اقل. تعالوا نقرا كده مثلا ان انا عندي كان عندي اي او اس 12.3 تي ريليز 14. تمام. بعد كده بقى رقمه كام؟ 12.4. ده كده عباره عن اللي هو المثلث ده عباره عن ايه؟ مين ترين اللي هو حرف الام. تمام. قلنا المين ترين يعني ايه؟ النسخه دي الاستابيليتي بتاعتها اعلى. تمام. بعد كده حرف الواحد هيزيد لتلاتة خمسة سبعة، يبقى قلنا ده في فيتشرز زيادة بتظهر. تمام. او اسفة باج فيكس، النسخة المينتنانس اللي هي اسفة الباج فيكس. يبقى حرف اللي هو الرقم واحد بقى تلاتة بقى خمسة بقى سبعة، ده معناه باج فيكس. دي نسخة مينتنانس. دي نسخة ايه شباب؟ مينتنانس. تمام. طب النسخة اللي هي ترين بقى، الرقم ده 2 بقى 4 بقى 9، ده معناه اساسا نيو فيتشرز اند فانكشناليتي، في فيتشرز جديده زادت عندك. واضح لغايه دلوقتي؟ طيب ريكومندد ان انت اصلا لما بتعمل داونلود للاي او اس من على موقع سيسكو، ريكومندد ان انت بتتشيك اصلا على قيمه الام دي 5 بتاعتها. ليه؟ افرض ان انت اصلا وانت بتعمل لها داونلود حصل اي مشكله ونزلت عندك على اللاب بتاعك كوربت، او انت نزلتها من اي مكان مش تراستد، او نزلتها تراستد وكل حاجه بس وانت بتدخلها جوه الراوتر اصلا الاستابيليتي او دخلت جوه الراوتر يعني بطريقه كوربتد. تمام. فريكومندد ان انت بتحسب لها قيمه الام دي 5 اساسا عشان تتاكد ان النسخه دي فعلا زي ما كانت موجوده على موقع سيسكو ولا لا. بمعنى ايه؟ لو انت جيت اصلا تشوف موقع سيسكو الاي او اس موجود عليه، هتلاقي موجود جنبيه كده قيمه عباره عن 32 كاركتر هاش. جبنا سيره الهاش ده قبل كده، قلنا هاش معناه قيمه مشوهه عباره عن 32 كاركتر. تمام. فانت دلوقتي لما تنزل الاي او اس وتدخله جوه الراوتر هتجنريت لي هو كمان هاش، وتقارن الهاش اللي طلع بالهاش اللي موجود على موقع سيسكو. لو نفس الهاش بالظبط يبقى نسخه الاي او اس دي لغايه ما دخلت جوه الراوتر تمام وسليمه وزي الفل. تمام. لو فيها كاركتر واحد بس غلط يبقى معنى كده ان هي دخلت على الراوتر فيها مشكله. تمام. ازاي؟ هتيجي تقول له في الانيبل مود فيريفاي على ام دي 5. انا هفترض دلوقتي اصلا ان نسخه الاي او اس عندي على فلاش زيرو. فلاش زيرو ده معناه ان الراوتر ده ممكن يبقى فيه اكتر من فلاش، فاول فلاش يوم هيبقى اسمه ايه؟ فلاش زيرو. نقطتين فوق بعض ده الاي او اس. تمام. رقم الاي او اس اهو دوت بن، وده الهاش
هاخده كوبي وبيست من على موقع سيسكو. اول ما اضغط انتر هو قلنا تاني الراوتر هيعمل ايه؟ هيجنريت هاش للاي او اس ده ويقارنه بالهاش اللي انت حاطه. لو كل اتنين زي بعض هيقول لك ايه؟ بريفولت. لو في اي مشكله الاتنين مش زي بعض هيقول لك ايرور بريفولت. هيقول لك ايه؟ ايرور بريفولت. تمام لغايه دلوقتي؟ طيب تعالوا نشوف بقى دلوقتي كده الاوبريتنج سيستم فيما قبل فيرجن 15 كان نظامها ايه. الصوره دي احنا بصينا عليها قبل كده. اول اي او اس عندي السيستم اللي هو ليميتد في امكانياته بنسميها اي بي بيز، دي بتسبورت راوتنج بيزك راوتنج. تمام اللي اعلى منها اي بي فويس من اسمها بتسبورت ايه؟ الفويس اوفر اي بي. في عندي بعد كده كذا تفريعه، ممكن النسخه اللي بتكون بتسبورت السكيورتي او الفيتشرز اللي بنحتاجها في السيرفيس بروفايدر او الفيتشرز اللي بنحتاجها في الانتربرايز. تمام بعد كده جمعوا التو فيتشرز دول في نسخه سموها ادفانسد اي بي سيرفيسز، وجمعوا الاثنين فيتشر دول في نسخه اسمها انتربرايز سيرفيسز. اخر حاجه عملوها بقى جمعوا كل الفيتشرز كلها اصلا في نسخه اعلى حاجه اسمها ادفانسد انتربرايز، ودي اللي احنا شغالين عليها طول الكورس. وعشان كده كنت قلت لكم دي جواها كل الاوامر اللي انتم ممكن تتخيلوها لغايه ليفل سي سي اي، تقدر تذاكر عليها اب تو ليفل سي سي اي. تمام كده ده فيما قبل فيرجن كام؟ 15. طب فيما بعد بقى فيرجن 15، ابتداء من فيرجن 15 علشان نفهم ايه التغيير اللي حصل، تعالوا بس ندردش شويه زمان ايام ويندوز اكس بي. لما كنا بنشتري اسطوانة الاكس بي كنا نروح اي سايبر مثلا نقول له انا عايزه نسخه مثلا او اسطوانه اكس بي بروفيشنال او هوم اديشن او مش عارفه ايه، كنت بحدد نسخه معينه. طيب ابتداء من الويندوز الفيستا وال7 بقى كل الفيتشرز دي اساسا او كل الفيرجنز من الويندوز بيلت ان في سي دي هي واحده. تمام انت حتى لما بتيجي تنزل ويندوز بيسالك انت عايز تنزل ال7 ايه؟ انهي واحده؟ الهوم اديشن ولا البروفيشنال ولا الالتيميت؟ انت عايز تنزل ايه؟ صح كده؟ وعن طريق اصلا اللايسنس اللي انت بتكون شاريها بتفتح لك النسخه اللي انت عايزها. نفس الفكره بالظبط، سيسكو قامت عامله فيرجن كده من الاي اس سمته يونيفرسال. سمته ايه؟ يونيفرسال. وده على فكره اللي كان الاسم بتاعه ظاهر هنا فوق اهو، يونيفرسال. تمام هنرجع للاسم ده كمان شويه باذن الله. ايه اليونيفرسال ده بقى؟ ده بيبقى جواه كل الاوامر اللي انتم تتخيلوها اللي يعني الاوامر بتاعت الفويس، السكيورتي، الانتربرايزز، السيرفيس برايدر، كله متجمع فين؟ في اي او اس واحد بس. وعشان كده حتى احجام الاي او اس الجديده اصلا بتبقى حجمها كبير لان جواه كل الفيتشرز. وبعد كده انت اصلا بتبدا ان انت تشتري لايسنس تفتح فيتشرز معين، بمعنى جواه كل الاوامر بس هيدن. بس ايه؟ هيدن. انا دلوقتي قررت ان انا عايزه افتح الاوامر بتاعت السكيورتي، فانا هشتري من سيسكو ملف لايسنس بس. قبل كده كان النظام ان انت هتشتري اي او اس كامل، بمعنى انت دلوقتي مثلا شغال في شركه فيها نسخه اي بي بيز، حجم البيزنس بتاعك بدا يكبر ومحتاج نسخه سكيورتي. كان النظام الاول ان انت بتفور خالص تشيل النسخه دي خلاص انت مش عايزها، وبتشتري نسخه جديده من سيسكو اللي هي بتسبورت السكيورتي، تشيل الاي بي بيز من الفلاش وتحط مكانها السكيورتي، وكل واحده بسعرها. تمام انما قلت لك تاني النظام دلوقتي ايه؟ ان اصلا الاي او اس النسخه اليونيفرسال فيها كل الفيتشرز، فيها كل الاوامر. تمام بس ايه؟ هيدن، اغلبها هيدن. وانت عن طريق قلنا ملف اللايسنس مجرد ما انت بتسطبه بيفتح لك الفيتشر اللي انت شاري اللايسنس بناء عليه. تمام طبعا ان انت تشتري ملف لايسنس ارخص من ان انت كنت تشتري نسخه كامله من الاي او اس، واسهل في التسطيب بدل ما تبدا ان انت تشيل اصلا كل حاجه من الفلاش وتفور وتعمل الكلام ده كله، جاست ان انت بتسطب ملف ايه؟ لايسنس. فعايزين نفهم بقى دلوقتي ايه هما الاربعه لايسنس المتاحين عندي. اول لايسنس عندي اسمها اي بي بيز، ودي كده بتبقى جايه شيبد مع الراوتر فور فري. اصل انت مش جايبه عشان يبقى اساسا تركنه حته حديده، امال انت هتعمل بيه ايه؟ فكده بيبقى اساسا عليه فور فري اللايسنس بتاعت مين؟ الاي بي بيز. دي بتسبورت اللي هو الاو اس بي اس، اي جي ار بي، بي جي بي. تمام وبالمناسبه النظام بتاع اليونيفرسال ده والحوار بتاع اللايسنس ده في الجنريشن 2 اصلا من الراوترز سيريس 9000، 1900، 2900، 3900، ده اللي بينفع ان انت تحط جواه نسخ الاي او اس اللي هي مين؟ اليونيفرسال، وتبدا ان انت تسطب عليه اللايسنس، تعمل انستليشن لللايسنس. وعشان كده كنت قلت لكم لو انت هتشتغل على الباك تريسر اشتغل على اي حاجه سيريس 900، 1911، 1901، المهم يكون سيريس كام؟ 1900 عشان يسبورت النسخ اليونيفرسال. تمام؟ بعد كده اللايسنس الثلاثه اللي فوق دول بقى يعني اسمه ايه؟ الثلاثه اللي فوق دول بقى انت بتشتريهم. تمام الاولانيه سكيورتي، كل الفيتشرز اللي قدامي دي فيتشر سكيورتي.
دي يونيفايد كوميونيكيشن، دي اساسا اللايسنس بتاعتها بتفتح لك الاوامر بتاعه الفويس اوفر اي بي. اللايسنس الثالثه الداتا اللي هي المقصود بيها سيرفيس بروفايدرز. واضحه كده؟ طيب هنا بس كده في السلايد دي انا جايبها لكم كل فيتشر قديم اللي قصاده. يعني افرض دلوقتي مثلا ان انت كنت عايز تشغل السيرفيسز او الفيتشرز اللي كانت موجوده على النسخه بتاعه السيرفيس بروفايدر، قصادها دلوقتي تشتري انهي لايسنس بتاعه الداتا واليونيفايد كوميونيكيشن. طب افرض ان انت مثلا كنت عايز تشغل الفيتشرز اللي موجوده عندك في الادفانسد اي بي سيرفيسز، يبقى اللي قصادها هتشتري دلوقتي اللايسنس بتاعت السكيورتي واليونيفايد كوميونيكيشن والداتا. وضحت الفكره يا شباب؟ تعالوا نقرا دلوقتي بقى الاي او اس تاني كده. سي سيسكو 1900 ده الهاردوير، تمام، اللي هي كلمه يونيفرسال دي اللي هي الفيتشر سيت. وقلنا تاني كان النظام الاول اللي هو الاسامي القديمه دي ادفانسد انتربرايز مش عارفه مين انتربرايز، تمام. انما الاسم الجديد دلوقتي هتلاقيه مكتوب هنا ايه؟ يونيفرسال. يبقى اليونيفرسال ده جواه كل الفيتشرز. كي 9، كي 9 ده معناه اصلا ان الاي او اس ده بيسبورت الاس اس اتش وبيسبورت الادفانسد انكريبشن زي مثلا ال 3 ديس والاي اي اس. افتكروا حضرتك الاس اس اتش، تمام. يبقى كي 9 معناه ان الاي او اس ده بيسبورت مين؟ الاس اس اتش وبيسبورت بروتوكولات الانكريبشن زي 3 ديس وزي الاي اي اس، تمام. ام دي معناها ان النسخه دي اصلا بيتعمل لها اكستراكت جوه الميموري. احنا اتفقنا قبل كده ان اي نسخه بتتفك الضغط عنها جوه مين؟ الميموري، تمام. زد ده معناه ان النسخه دي مضغوطه. زد دي معناها ان النسخه بتاعتي اصلا مضغوطه جوه الفلاش بنوع اصلا ضغط كومبريشن اسمه زب. اسمه ايه؟ زب، تمام كده. طيب 15.2، 15 ده قلنا اللي هو رقم الميجر ريليز و2 ده اللي هو الماينر ريليز. فكل ما الرقم ده زاد قلنا في فيتشر تغيير كبير حصل عندي في النسخه. بعد كده رقم 4 قلنا ده في فيتشرز بسيطه زادت. بعد كده حرف الام او حرف التي ده كده مينتنس، قلنا التي معناه تكنولوجي فريم، تمام. بعد كده رقم 3 بقى 4 بقى 5 ده معناه مينتنس ريبيلد. يبقى معنى كده ان في تغيير بسيط جدا حصل او بج فيكس. وبعد كده الامتداد عندي قلنا بيبقى الامتداد بتاع النسخه بتاعتي يا اما بن يا اما دوت ايمج، تمام. طيب نراجع كده مراجعه سريعه ازاي ان انت بتمانج الاي او اس ده. الراوتر ده تي اف تي بي سيرفر، ريكومندد اصلا ان انت بتاخد كوبي من الاي او اس ترميها على تي اف تي بي. اللي احنا كنا عملناه قبل كده ان انا اخدت كوبي من الكونفيجريشن بتاعتي رميتها على تي اف تي بي، تمام. انما المره دي ايه؟ ريكومندد برضو ان انت تاخد كوبي من الاي او اس ترميها على تي اف تي بي. ازاي؟ في الانيبل مود تقول له كوبي وتحدد مكان النسخه بتاعتك موجود فين بالظبط وتقول له مسافه ايه؟ تي اف تي بي. هيبدا يسالك عنوان تي اف تي بي ايه، الاسم اللي هناك اللي هيصير هناك يبقى اسمه ايه؟ انصون، تمام. ممكن ان انت تبوت بقى اساسا من كذا مكان. الامر ده لو تفتكره بوت سيستم، ممكن ان انا ابوت من الفلاش وتحدد له اسم النسخه، او ان انا ابوت من تي اف تي بي سيرفر. قلنا لو الفلاش بتاعك ما فيهوش مساحه فاضيه ممكن ان انت تحط النسخه على تي اف تي بي لغايه ما تجربها، لكن الريكومندد ان انت دايما بتبوت منين؟ من النسخه اللي عندي على الفلاش. او ممكن تبوت من رامن عشان تدخل على الدوت ستريت، تمام. طيب ازاي بقى ان انت تشتري اللايسنس؟ طبعا لو انت دلوقتي طلبت اصلا من سيسكو وانت بتشتري الديفايسز منها ان انت اصلا عايز الراوتر يكون بيسبورت السكيورتي، هم بنفسهم هيسطبوا لك اللايسنس بتاعت السكيورتي مع الوضع في الاعتبار بحاله. انا دلوقتي كعميل على حسب انا عميل صغير ولا كبير. لو انا عميل صغير عمري ما هتعامل مع سيسكو دايركت، سيسكو اصلا هترفض تبع لي. المفترض ان انا بشتري من شركات تحتيها بنسميها شركات ريسيلر، يبقى سيسكو بتبيع للريسيلر وانا كعميل صغير بشتري من الريسيلر. سيسكو ممكن ان هي تبيع فعلا لعملاء بس عملاء ايه؟ تقيله، تمام. طيب انا دلوقتي قلنا تاني رحت للريسيلر وطلبت منهم ان انا عايزه اصلا راوتر يسبورت السكيورتي، هم بنفسهم قلنا اللي هيعملوا لي انستليشن لللايسنس بتاعت السكيورتي. لكن الكلام اللي انا هشرحه ده دلوقتي على اساس ان انا اصلا جبت النسخه بتاع جوجل او جبت اسفل الراوتر، تمام، بالنسخه اللي هي الاي او اس اي بي بيز على سبيل المثال، وانا بعد كده احتجت ان انا بنفسي اشتري اللايسنس بتاعت السكيورتي واسطبها بنفسي. وضحت الفكره؟ علشان اعمل الكلام ده قلنا طبعا ده بيسبورتد على مين؟ على الراوتر اللي هي جنريشن 2 سيريس 900، تمام. عشان اقدر ان انا اعمل الكلام ده اساسا هيطلب مني معلومتين، معلومه اسمها بيك ومعلومه اسمها يو دي او.
باك برودكت اوثورايزيشن تي. الباك ده بقى المفترض دلوقتي ان انا شاريه اجهزه من سيسكو، تمام؟ فهم بيدوني الرقم الباك، او الريسيلر برضو بيديني الرقم الباك ده. اشبهنكم بايه عشان تستوعبوها؟ المفترض دلوقتي كل واحد فيكم لما جه يحجز هنا اصلا الكورس استلم وصل من السكرتيره. الوصل ده بيبقى موجود عليه رقم سيريال كده، مش بيكرر من حد لحد تاني، بيبقى رقم يونيك. نفس الفكره بالظبط، انا كعميل اشتريت من سيسكو حاجه بيدوني باك، تمام؟ على حسب بقى تعاملك مع الريسيلر، ممكن تلاقيه شبت مع الديفايسز نفسها، ممكن يتبعت لك على الايميل. المهم اتاكد ان انت معاك الباك. طب بالنسبه لليو دي اي يونيك ديفايس اي دي، كل راوتر في سيسكو بيبقى له رقم يونيك بنسميه يونيك ديفايس اي دي، ده بنطلعه من كونفيجريشن، هوريها لكم دلوقتي ازاي، تمام؟ هعمل الكلام ده كده على الباكت تريسر، لان اللاب ده مش سبورتد الا على الباكت تريسر. هنفتح كده مثلا راوتر 2911، تمام؟ لو قلت له هنا شو لايسنس مسافه يو دي اي يونيك ديفايس اي دي، قلت لكم تاني اليو دي اي ده عباره عن ايه؟ رقم يونيك على كل جهاز، تمام؟ ده عباره عن كونتين برودكت اي دي، والرقم اللي قدامكم البرودكت اي دي ثابت على كل السيرز دي، سيسكو 2011 على تي 9. بعد كده السيريال نمبر، السيريال نمبر ده بيبقى رقم يونيك على مستوى كل راوتر كل جهاز، تجميعه الاثنين بيبقى اسمهم يو دي اي. فدلوقتي علشان ان انت اصلا تبدا ان انت تسطب او تشتري اللايسنس بتاعتك، بتدخل على سيسكو، على انا ادخلكم على الموقع كده، sesco.com/go/license، تمام؟ لغايه ما يفتح بقى الموقع ده كده. المفترض تاني اول ما لوجن هيطلب مني كونتين اللي هما البرودكت اوثورايزيشن كي، والمعلومه الثانيه اللي هي مين؟ اليو دي اي، تمام؟ هوقف الفيديو بس لغايه ما لوجن واقول لكم هنتعمل ازاي. بعد ما عملت لوجن، هو هنا ممكن ان انت اصلا هيديك فيديو صغير كده لو انت مش عارف تجيب الباك ازاي تجيبه من على الشيب ديفايس اللي معاك، تمام؟ المفترض ساعتها لو انا دلوقتي ليا باك يعني وفعلا ريجسترد مع سيسكو، المفترض ساعتها اقول له ايه؟ فروم سيلكتد باك، وساعتها قلت لكم هيطلب مني قيمه الباك وهيطلب مني قيمه اليو دي اي، هاخدها كوبي وبيست من على الراوتر بتاعي، تمام؟ انا الحاجه الوحيده اللي هقدر اوريها لكم هنا بقى، لان انا اكيد مش عندي باك يعني، لان الاجهزه انا مش شاريها يعني بباك يعني، تمام؟ فهوريكم ازاي ان انت تنزل الديمو اند ايفالويشن. ديمو اند ايفالويشن ده مجموعه من ملفات اللايسنس، بس دي بتبقى ايه؟ حاجه كده ديمو، مثلا نتورك مانجمنت برودكتس، لو انا حبيت ان انا انزل اي لايسنس كده اصلا كديمو، زي مثلا هنزل الاي سي اس، نيكست نيكست، تمام؟ يلا امر لله، هو ظهر في الفيديو ماشي مش مشكله. سبميت، هيتبعت لي ملف اللايسنس ده دلوقتي اصلا على الايميل، وهيتعمل له داونلود برده على اللاب بتاعي. واضحه كده؟ نكمل بقى لغايه ايه؟ ماشي يا عم، داونلود ده ملف لايسنس كده عاده بحتاجه في شغلي كلوز، طبعا لازم الاكونت بتاعك يكون بيسبورت ده، تمام؟ طيب قلنا تاني هتدخل على الموقع اللي انا دخلت عليه ده، تحط القيم اللي مطلوبه منك، البرودكت اوثورايزيشن كي واليونيك ديفايس اي دي، تمام؟ وبعد كده هتشتري ملف اللايسنس، بعد ما تشتري ملف اللايسنس هيتبعت لك على الايميل، هيتبعت لك على ايه؟ الايميل. في عندك دلوقتي طريقتين بقى علشان ان انت اصلا تسطب ملف اللايسنس. في البرودكتس الضخمه او في شركات اسهم الضخمه، مش منطقي ان انت تلف على راوتر تبدا ان انت تسطب اللايسنس بايدك. فالمفترض ساعتها ان انت هتنزل السوفت وير ده، ده سوفت وير اسيستنت من سيسكو اسمه سيسكو لايسنس مانجر، ده برودكت فور فري، هو بنفسه بيكونكت على كل اجهزه سيسكو اللي عندك اصلا، ويبدا ان هو يسطب عليها اللايسنس. او الطريقه الثانيه زي ما انا عملت قدامكم كده، دخلت على البورتال بنفسي على الموقع بتاعهم ذات نفسه، وابدا ان انا اشتري ملف اللايسنس واعمل داونلود لملف اللايسنس، وبعد كده المفترض ان انا هسطب ملف اللايسنس بايدي، تمام؟ ازاي؟ هتيجي فيه الايميل طبعا، ملف اللايسنس الاول هتحطه على اي مكان شير، تحطه على فلاشه، انت شفت الراوتر قبل كده كان في مكان فلاشه، تمام؟ تحطه على فلاشه، تحطه على تي اف تي بي سيرفر، المهم ان انت تحطه على اي مكان شير بالنسبه للراوترز بتاعتك.
وبعد كده في الانيبل مود هقول له لايسنس انستول وتحط المسار اللي انت حاطط عليه ملف اللايسنس. انا هنا بفترض ان ملف اللايسنس حطيته على تي اف تي دي. ملف اللايسنس ده بيبقى عباره عن ملف تكست عادي جدا, الامتداد بتاعه بيبقى دوت لك, الامتداد بتاعه بيبقى ايه دوت لك. بعد ما سطبت ملف اللايسنس تقول له ريلود بس كده. واضح كده؟ سيسكو بقى مدياني امكانيه كده ان انا استخدم اي فيتشر اي ملف لايسنس فور فري كنسخه تجريبيه لمده 60 يوم. اشبهها لكم بايه؟ زي بالظبط اسطوانه الويندوز. بالنسبه لاسطوانات الويندوز مش انت ينفع ان انت تسطب اي نسخه جوه الاسطوانه لمده 30 يوم فور فري وبعد كده المفترض ان انت تشتريها؟ هنا نفس الفيتشر بالظبط, اسمه رايت تو يوز. رايت تو يوز, من حقك تستخدم اي ملف لايسنس فيهم فور فري لمده كام؟ 60 يوم. فهنا هنتايا بس كده بيقول لك ايه, لو انت دلوقتي اصلا كنت مستخدم النسخه الايفالويشن لايسنس دي اللي هو الفيتشر اسمه رايت تو يوز, يبقى ساعتها انت مش محتاج ان انت بعد ما تسطب ملف اللايسنس اللي انت شاريه مش محتاج ان انت تقول له ريلود. تمام. طيب ازاي بقى دلوقتي اساسا استخدم الرايت تو يوز؟ قبل ما نستخدم الرايت تو يوز لو جيت هنا في الراوتر قلت له شو لايسنس مسافه فيتشر, دول الاربع فيتشر اللي قدامي اهو اي بي بيز. تمام. وده انيبلد باي ديفولت ومش محتاجة ان انا اشغل عليه رايت يوز لانه اصلا انيبولد. الملف التاني او الفيتشر التاني السكيورتي, الداتا كي او الداتا يونيفايد كوميونيكيشن اللي هو الفويس اوفر اي بي, ودول من حقك ان انت تستخدمهم كرايت تو يوز على حسب طبعا البوكس هيسمح لك برضو ولا لا. ازاي شغل الفيتشر ده؟ هتدخل جوه كونفيجريشن مود وتقول له لايسنس, انا عماله اضغط تاب بس مش اكتر, بوت موديول 2900 تكنولوجي باكج. بالنسبه للبوكس اللي قدامي ده بيسبورت ان انا استخدم الرايت يوز بالنسبه لنسخه السكيورتي واليونيفايد كوميونيكيشن, مش بيسبورت ان انا استخدم الرايت يوز على النسخه اللي هي الداتا كي. تمام. فانا هستخدمه ايه دلوقتي؟ زي مثلا هفعل الفيتشر بتاع السكيورتي, ها اكسبت اللايسنس يس, وبعد كده مش انسى اسيب, وبعد كده ريلود. تمام. لو جيت قلت له شو لايسنس مسافه فيتشر, انا كده فعلا فعلت النسخه بتاعت مين؟ السكيورتي بقت. تمام. شويه اوامر بس, لو قلت له دلوقتي شو لايسنس اول او ديتيل, الاثنين بيدوني نفس الاوتبوت بالظبط, بيديني نفس الاوتبوت بس بصوره ديتيلد شويه. مثلا بيقول لي اول نسخه عندي اللي هي مين؟ الاي بي بيز هي اكتف. تمام. وان يوز شغاله تمام الاي بي بيز. اللي بعديها بتاعت السكيورتي هي نسخه ايفالويشن, انا فعلتها دلوقتي فبقت اكتف ان يوز. احنا لسه قايلين بيديني قد ايه؟ 60 يوم, مش الرقم الضخم ده خالص, ده عشان بس ايه باكت تريسر مش اكتر. وعندي النسخه اللي هي الثالثه اللي هي الداتا, وعندي النسخه اللي بعد كده اللي هي اليونيفايد كوميونيكيشن, دول انا مش فعلتهم نوت ان يوز. تمام. في عندي كمان الامر بتاع شو فيرجن. شو فيرجن لو تفتكروا كان بيديني معلومات كتيره قوي عن الفيرجن بتاع الاي او اس اللي كنا استخدمناه قبل كده عشان اوصل للكلمه دي في الاخر, الكونفيجريشن ريجستر يوم محاضره البث ريكفري. تمام. نظرا لان انا دلوقتي شغاله اي او اس فيرجن 15, احنا بالنسبه للراوتر الحقيقي اللي قدامي ده تمام كان مديني الاوتبوت لغايه هنا والسطر الاخراني خالص بس, لكن بالنسبه للنسخ اللي هي الفيرجن 15 النسخ اليونيفرسال بيزود عندي في الامر بتاع شو فيرجن المعلومات دي اللي هي مين. ده مش المنظر فعلا بتاع الامر بتاع شو لايسنس يو دي اي, وده المنظر الاوتبوت بتاع الامر بتاع شو لايسنس فيتشر, يبقى من الامر برضو بتاع شو فيرجن تعرف معلومات عن اللايسنس بتاعتك. تمام. طيب ده شو لايسنس وده اللي هو الرايت تو يوز. ريكومندد ان انت تعمل باك اب لملف اللايسنس عشان لا قدر الله لو حصل له كربت, فهتيجي في الانيبل مود تقول له لايسنس سيف وتحدد المكان اللي انت عايزه. انا هنا افترضت ان انا هحطه جوه الفلاش. تمام. ادي اسم ملف اللايسنس دوت لك شو لايسنس او داير عن لايسنس, ادي ملف اللايسنس اتخزن جواه اهو. طب لو حبيت ان انت تعمل ان انستول لللايسنس اللي هو الرايت تو يوز تعمل ايه؟ نفس الامر اللي انا كتبته بس تيجي في الاخر تقول له ديس ايبل, الامر اللي انا لسه كاتباه حالا بس تيجي في الاخر تقول له ايه؟ ها ديس ايبل, وبعد كده تريدود. والمفترض بعد كده ان انت بتعمل اساسا كلير للاوامر بتاعه اللايسنس بالامر ده, لايسنس كلير. تمام. سكيورتي وبعد كده ايه؟
تيجي تكتب الامر تاني بتاع ديسيبل ده، بس تيجي في الاخر في الاول اسف تقول له نو عشان لو حبيت ان انت تستخدم بعد كده الفيتشر بتاع الرايت يوز. حد وقع مني كده في حاجه؟